عهد أندرسون ملامح جديدة وتشديد لشروط المساعدات. خطر اليمين المتطرف يتحول من الترويج إلى التخطيط. مطاعم ميدان الشام، اس اي موبلر، بابكر أبو كاس، كنافة البدر. من ستوكهولم نحييكم، معكم ليندا الجنابي، أهلا بكم. سياسة جديدة لأكبر أحزاب البلاد في عهد ماجدالينا أندرسون. اليوم أعلنت رئيسة الاشتراكيين الديمقراطيين ملامح خطها العام، أولوياتها التحول المناخي ومكافحة جرائم العصابات والفصل العنصري. خصصت أندرسون جزءاً من خطابها الأول للحديث عن الوافدين الجدد، وأكدت أنها ستتجه لتجديد شروط الحصول على مساعدات مالية من الدولة، حيث يجب على متلقيها تعلم اللغة السويدية والعمل ساعات معينة في الأسبوع. الرئيسة الجديدة شددت على أن كل من يستطيع العمل يجب أن يعمل. خطاب أندرسون أمام المؤتمر العام للحزب المنعقد في يوتوبوري اتسم بالعودة إلى سياسات أكثر يسارية من حيث مواجهة الخصخصة ومنع التربح من الرعاية الاجتماعية، مؤكدة أنه حان الوقت ليستعيد الاشتراكيون الديمقراطيون السيطرة. وفي مكافحة جرائم العصابات قالت أندرسون إنها لن تتردد لحظة في تجديد العقوبات، وحددت السبب الرئيس في تزايد الجريمة بالفصل العنصري بين المناطق، متعهدة بالعمل على إنهائه. ومن المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء ستيفان لوفين استقالته من رئاسة الحكومة الأسبوع المقبل لتخوض أندرسون مفاوضات تشكيل حكومة جديدة. جهاز الأمن السويدي سابو حذر مراراً من تزايد خطر اليمين المتطرف في البلاد، واليوم أعلنت السلطات السويدية القبض على شاب في العشرينات من عمره للاشتباه في تخطيطه لهجوم خطير على محكمة سكاراربوري. مسؤول في جهاز الأمن قال إن القضية مرتبطة بالتطرف اليميني العنيف، وكان جهاز الأمن يبحث عن الشاب وهو من فيسترايوتالاند بعد صدور أمر غيابي بالقبض عليه، وتمكن أمس من الإمساك به. ويشتبه في أن الشاب كان يعد منذ أكثر من سنة لهجوم خطير يحدث تدميراً عام، وعمل جهاز الأمن مع مخابرات الشرطة على القضية منذ فترة وأجرى عمليات تفتيش واسعة النطاق. قضية المدارس الإسلامية ما زالت تتفاعل في السويد بعد إغلاق 3 مدارس في يوتوبوري نتيجة فضائح مالية. كشف تقرير صحفي اليوم أن مسؤولين عن هذه المدارس فتحوا مدرسة جديدة في ستوكهولم. مفتشية المدارس قررت مؤخراً إغلاق مدارس روموس سكولور اعتباراً من 19 من تشرين الثاني نوفمبر الحالي، معتبرة أن أعضاء مجلس الإدارة غير مناسبين لإدارة أنشطة تعليمية، وقالت إنها فقدت الثقة بمجلس الإدارة. وقبل يومين وجه الإدعاء العام اتهامات لمدير سابق في المدارس باختلاس 13 مليون كرون وارتكاب جرائم مالية، في حين بدأ 3 من المسؤولين عن هذه المدارس إدارة مدرسة إسلامية جديدة في ستوكهولم بتصريح أخذوه منذ 3 سنوات. مسؤولة المدارس في المدينة من حزب الليبراليين انتقدت الأمر بشدة، وقالت إنه غير معقول إطلاقاً، فكيف يعتبر الشخص غير مناسب في يوتوبوري ثم يصبح مناسباً في ستوكهولم؟ شركة OSL للنقل العام شغلت قطارات محلية في ستوكهولم من دون نظام معتمد للفرامل الأوتوماتيكية طيلة 13 عاماً، معلومات أثارت استغراباً في السويد بعد كشفها. وثائق أظهرت أن الشركة اكتشفت الخطأ قبل 3 سنوات، وكان النظام استخدم حينها
دون الحصول على موافقة خلال الفترة بين 2005 و2018، غير أن المسؤولين في الشركة أكدوا أن سلامة الركاب لم تكن أبداً في خطر. ومع ذلك قال مسؤول في الشركة إنه ليس من المقبول أبداً أن يكون لدينا هذا الخلل في إجراءاتنا. تعتمد حركة السكك الحديدية في السويد عدداً من النظم لضمان السلامة، أحدها نظام ATC للتحكم التلقائي بالقطار، ومهمته إبقاء القطارات تلقائياً إذا لم تتوقف أو إذا كانت تسير بسرعة كبيرة. وتوجد في السويد قواعد صارمة للموافقة على هذا النظام، حيث يجب على إدارة النقل مراجعة كل تركيب أو تحديث جديد قبل إعطاء الموافقة، غير أن الوثائق كشفت أن القطارات تم تشغيلها بنظام لم يحصل على الموافقة لفترة طويلة. طفل عمره 12 عاماً تسبب بخسائر قدرها 1.6 مليون كرون لمجلس محافظة غوتالاند. السلطات كشفت أن الطفل كان وراء الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له موقع المحافظة على الإنترنت مطلع العام الحالي. الطفل قال خلال استجواب الشرطة إنه خدع والده لشراء برامج تستخدم في الهجمات الإلكترونية بمبلغ زهيد. وكتب الطفل إلى صديقه في إحدى الدردشات أن الأمر استغرق منه 30 دقيقة فقط لتجاوز إجراءات الحماية للموقع، وأدى الهجوم الإلكتروني إلى تعطل خدمات الموقع وتسرب المعلومات مهمة منه، الأمر الذي كلف دافعي الضرائب مبلغاً هائلاً. محامية الطفل أكدت أن موكلها كان على اتصال بشخص في الخارج للقيام بالهجمات الإلكترونية، فيما قال الطفل في استجواب الشرطة إن الأمر كان صبيانياً تماماً وإن الشخص الآخر هو من حرضه على الهجمات. نهاية النشرة، أشكر لكم طيب المتابعة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الكومبيس.سيا، وإلى اللقاء. مطاعم ميدان الشام، SA موبلر، بابكر أبو كاس، كنافة البدر.